يستمر غياب اللاعب القادم لفريق الوداد الرياضي في الميركاتو الصيفي إسماعيل المترجي عن مباريات الفريق دون أن ينال أي فرصة للعب مع المدرب الحسين عموتة، وغاب المترجي عن جميع مباريات فريق الوداد الرياضي مخلفا استغراب الجماهير التي تتساءل عن سبب عدم تمكين المترجي من فرصة للعب وإظهار إمكانياته بالنظر لتألقه الموسم المنصرم مع شباب المحمدية، ويتمسك عموتة بقناعاته تجاه إسماعيل المترجي دون أن يمكنه من دقائق للعب مباريات رسمية مقابل تراجع أداء بعض اللاعبين، الأمر الذي يدفع الأنصار لتنبيه المدرب بتمكين اللاعب من فرصته. ونجح الوداد الرياضي في ريادة ترتيب البطولة الوطنية بعشر نقاط مناصفة مع كل من أولمبيك أسفي والجيش الملكي عقب انتصاره على النهضة البركانية بهدفين دون رد، وانتصاره في المباراتين السابقتين لمباراة النهضة البركانية وتعادله أمام الفتح.